وفي النهاية أود أن أهدي هذا العمل الجليل لصاحب السمو قائد الإنسانية أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. حفظ الله الكويت حكومة وشعبه من كل مكروه. I'm Keiji Nagata from Toshiba Corporation Japan. First of all, on behalf of Toshiba Corporation, I thank you very much for your warm support. اليوم نحتفل بافتتاح محطة من أكبر محطات الكويت. قامت فيها شركة عريقة لها خدمات ملموسة في دولة الكويت وخاصة في قطاع الكهرباء والماء. وكما ذكر ممثل شركة توشيبا عن بعض هذه الأعمال، وكانت جميع هذه الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة.